أعلنت وزارة الخدمة المدنية والتأمينات الاثنين القادم إجازة رسمية لكافة موظفي وحدات الخدمة العامة بمناسبة الذكرى 60 لثورة 26 من سبتمبر، وذلك استنادا إلى القانون رقم 2 لسنة 2000 بشأن الإجازات والعطلات الرسمية. ورفعت وزارتي الخدمة المدنية والإعلام أسمى آيات التهاني والتبريكات إلى القيادة السياسية وكافة أبناء الشعب اليمني في الداخل والخارج بهذه المناسبة الوطنية.